الشباب، حياكم الله فيديو جديد من لعبة مودرن وور تانك. هذا الفيديو راح يكون مخصص عن جائزة التسجيل اللي تكون مع اطلاق النسخة الرسمية. يعني كل واحد يسجل باللعبة راح ينطوه جائزة اللي هي عبارة عن دبابة T-54 الامريكية مع سكن الخاص بها. هاي شوفون قدامكم الدبابة، هذا فيديو مخصص عنها بالاضافة الى قطع اخرى. يصير عندنا قطعتين بها خلال هذا المقطع، ولكن مشاركة جدا مهمة. خلينا نجي ونشوف مواصفات التي 54 اي 1 الامريكية، دبابة ثقيلة. تخيل تير 1 او رانك 1. خلينا نجي هنا بدن 32، باع مثلا الصينية 28، تعال هنا للتي 55 28، الواز بي 21 30. عندنا مع الدبابة هنا، ما عندنا بعد دبابة هنا بتير 1. يعني هاي الام 141، شنو مترنتها 27، فانا شوي مزود عد بيها البيلد مالتها. التي 55 31، الواز 120 29. تتخيل انه هاي المجانية الدبابة بدنها اعلى من الكل برانك 1. هاي اول نقطة، سرعتها 44 نقطة بدون تطويرات، طبعا سرعة الرجوع 14 بطيئا نوعا ما. سرعة دوران هيك 28، دوران بري 36، زاوية ما تصاير ب 10 من 16، يعني الزاوية ما تحت تكون شوية قليلة بالارتفاع. التسليح اللي موجود بيها مدفع 105 ملي، مدفع ثقيل بثلاث انواع من الاطلاقات كالعادة، الخارق المتفجر يا شباب والحارق. عندنا نظام رشاش ثنائي يا شباب. المدفع راح يجيب لك دمج قوي جدا ب 8400 بس ريلود بدون ماكس 18 ثانية، مع قدرة على اختراق 262 ملم وضرر الوحدة 1680. ممتاز جدا جدا جدا. القطعة الثانية بالاختبار يعني هي اللاف 150 المدرعة الامريكية الخفيفة المضادة للدروع والافراد والمشاة، وليس مضادة للدبابات. يعني متانة 18، سرعة 98، سرعة البرج 30، سرعة دوران البرج 40، زاوية الارتفاع 10 من 28، راح تكون هنا زاوية الارتفاع مالتها عالية وممتازة بالقتال. التسليح مدفع 20 ملم، مدفع 7 ملم، مدفع 7 ملم، يعني هي عبارة عن مدافع. للأمانة إذا نجي على الدرع عفوا على الدرع مالتها، يعني ضربة واحدة من اليمين تنتهي. درعها ما بيه سماكة قوية، 7 ملم، 8 ملم، 15 ملم، 35 ملم، 12 ملم، 4 ملم. يا حبيبي هاي تضربها يمين يسار واستور يا ستار، راحت. انا جينا انا الدرع مال هذه القطعة مهمة جدا عندنا هنا. السماك 137، 159، 280، 145، 160، 33، 13، وبالظهر خلينا نشوف ايش قد يكون 54. دروعها قوية، دروعها قوية. نجي الى شوف الوحدة هنا أنا ما تفجير، يعني اذا تيجي تضربها تضربها من هذه الزاوية بالتحديد، تفجرها وان شوت من هذه الزاوية بالتحديد، ضربة هنا حلوة خطرة نفس الوقت. الاونلاين، اونلاين ماكو اونلاين، الى التجربة يا شباب مع تي 54. والله شكلها ويا هذا الجو جميل، بس هنا بطيئة. ممكن هذه يعني كدبابة شباب مبدئيا بدون ما اجرب باقي الدبابات للامانة، بما انه هي تسجيل لكم حصرية ومميزة، فالناس اللي تاخذها خلي تكمل بيها كدبابة عدد دروع اللي حطيناها. يعني تقدر تقدر كل جولة تنزل بثلاث دروع، تشتري ثلاث دروع تحطهم عندك تترسم ثلاث مرات. فكدبابة رئيسية انا اشوف هاي الدبابة الرئيسية حتكون ممتازة جدا. نعم راح اجرب التي 55 ان شاء الله، بس يعني هاي مبدئيا. لا عليك دبابة التي 80 حتى تجيب دمج عالي. الرشاش قليل يشتغل. الله مشكلة يا حبيبي،
هذا الضربة ضيعها هيك عشوائية. حلوة. يا عبي السرعة تاني. ايوان. تاين الضربة. وين؟ وين راحت؟ جت يمي. سلم لي 10,000. مالي الضربة هاي. هوب 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 هوب. لا 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 قوة هاي الدبابة مرعبة. قوة هاي الدبابة مرعبة. كل حياتية دبابة فول. برانك وان دبابة فول. يعني ابدا ما تقدر عليها غير انها امكانياتها مرعبة. اسمع صوت. شرح حتى شنو حاولكم الدرع الثاني يا شباب.
ممكن يضربوني سؤال الانتشار. حول على المدرعة بسرعة. روح انطلق. حلو بيها درون هاي. يساعدنا، هذا الشيء جيد. سرعتها عالية هم حلو، هم شيء ممتاز. مع السرعة ممتازة. نوعا ما لا بأس بيه، حلو صراحة نوعا ما لا بأس بيها. لحق على السيما لحق، بس مدرعة واحدة بقت. لا اتوقع انتهت. الو دبابة رهيبة، مدرعة لا بأس بيها يعني بها وعليها. رأيكم يا شباب؟ الدبابة المجانية وبالمدرعة، طبعا سام مدرعة اكثر من 1000 شدة وكلهم برانك 1. وفي امان الله.